يبدو أن نجاح أغنية غانغنام ستايل تجاوز قدرة يوتيوب على تعداد طلبات المشاهدة على منصة تبادل أشرطة الفيديو هذه التي اضطرت إلى مضاعفة قدراتها في هذا المجال وبلغ عدد المرات التي شوهد فيها الشريط الرسمي لأغنية المغني الكوري الجنوبي ساي الصادرة في العام 2012 هذا الأسبوع 2.15 مليار مرة عبر يوتيوب أي ثلث كان العالم مع أن الشخص يمكنه أن يشاهد الفيديو مرات عدة، على ما أكدت يوتيوب.